في من المدربين اللي فعلا فعلا له هيبته, يعني له ستايله. انا من الناس اللي احب نوعيه المدربين هذا اللي واقف له شخصيته. يعني انت تلاحظ مثلا في الدكه بعض الدكه تحس انها فوضى, هذا يقوم هذا يتحرك. لا, رينات هو القائد واضح, يعني شخصيته سطوة على الكل, هو صاحب القرار